فخامة الرئيس، أخي العزيز، أعضاء الوفد الأعزاء، أعضاء الصحافة الكرام، أحييكم بخالص المشاعر والاحترام والمودة. أود في البداية أن أعرب عن سعادتي باستضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بلدي تركيا، ومرة أخرى أرحب بفخامته في حضوركم هنا باسمي وباسم الشعب التركي. لقد أظهر فخامة الرئيس لطفا كبيرا خلال زيارتي للقاهرة في فبراير شباط الماضي، واستقبلنا بحفاوة بالغة، وكانت زيارتي للقاهرة نقطة تحول جديدة في علاقاتنا. لقد حافظنا على حوارنا وتعاوننا على أعلى مستوى منذ ذلك الحين. لقد كنا دائما في مشاورات وثيقة بشأن القضايا المتعلقة بمنطقتنا. إننا نواصل تطوير تعاوننا في كل المجالات إلى أبعد من ذلك من خلال زيارة أخي العزيز. لقد لدينا تاريخ مشترك وعلاقات صداقة وثيقة مع مصر تعود إلى قرون مضت. وفي العام الماضي سنحتفل وفي العام المقبل سنحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية. تركيا ومصر دولتان عريقتان كانتا مهد الحضارات التي شكلت تاريخ البشرية. نحن نعمل باستمرار على تعزيز العلاقات العميقة والمتعددة الأبعاد بين بلدينا من خلال جهودنا المشتركة، ويسعدني أيضا أن أرى ثمار عملنا هذه. خلال لقائنا مع الرئيس السيسي في القاهرة قررنا إعادة هيكلة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. لقد عقدنا الاجتماع الأول لهذه الآلية اليوم، ومن خلال إعلاننا المشترك أكدنا إرادتنا في تعزيز تعاوننا في جميع المجالات بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة. تشكل التجارة والاقتصاد البعد الأقوى لتعاوننا. وفي السنوات العشر الماضية واصلنا من أن نكون من بين أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر، ونحن نتحرك بإصرار نحو هدفنا المتمثل في زيادة حجم تجارتنا إلى 15 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. يقدم رجال أعمالنا مساهمة كبيرة في الاقتصاد المصري، حيث تقترب استثماراتهم من 3 مليارات دولار. نحن نشجع رواد الأعمال الأتراك على زيادة استثماراتهم، كما نرحب بالمستثمرين المصريين في تركيا، ونريد تطوير تعاوننا مع مصر في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي والطاقة النووية. يبدي الشعب المصري الشقيق اهتماما كبيرا بالثقافة التركية، ونواصل جهودنا لتعزيز جسورنا الثقافية والإنسانية. وأعتقد أن الزخم الإيجابي في علاقاتنا سوف ينعكس أيضا في مجال السياحة. أعضاء الصحافة الأعزاء، إن مساهمات تركيا ومصر في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أهمية بالغة، واتفقنا في اجتماعاتنا على إقامة مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية وخاصة قضية غزة. ومن الطبيعي أن يكون الوضع الأخير في فلسطين في قلب مناقشاتنا. لدى تركيا ومصر موقف مشترك بشأن القضية الفلسطينية. إن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ 11 شهرا وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في أقرب وقت ممكن وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق لا يزال يمثل أولوياتنا.
32% من إجمالي المساعدات المقدمة لغزة حتى الآن جاءت من تركيا. أود أن أشكر السلطات المصرية وخاصة جمعية الهلال الأحمر المصرية على تعاونها مع الهلال الأحمر التركي ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفات في تركيا في تقديم هذه المساعدات. وتضيف إسرائيل إلى جرائمها جريمة جديدة من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، ولم تتمكن الإدارة الإسرائيلية من كسر المقاومة بإلقاء الآلاف الأطنان من القنابل إنها تحاول تدمير الشعب الفلسطيني من خلال الحكم عليه بالجوع والعطش. إن إسرائيل وداعميها ومسؤولون عن كل موت بريء بسبب الجوع أو العطش أو نقص الدواء، وكما تعلمون فإن مصر تتوسط في المفاوضات مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، كما أننا ندعم هذه العملية من خلال وزارة الخارجية التركية ورئاسة جهاز المخابرات التركي. نحن نفعل كل ما في وسعنا لوقف إراقة الدماء، ومع ذلك فإن الموقف المتصلب والمعرقل من جانب إسرائيلي لا يزال مستمرا. وأخيرا، أظهرت إسرائيل نوع العقلية التي تمتلكها من خلال استشهاد محاورها الذي كانت تتفاوض معه. وفي مواجهة كل هذا بذلنا ونبذل قصارى جهدنا لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية. لقد قدمنا رسميا طلبنا للتدخل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. ونواصل العمل بشكل مكثف لضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم في غزة أمام المحاكم الدولية. قلتها من قبل، مكان قتلت 41,000 من الأبرياء ليس منابر البرلمان بل قاعات المحاكم التي يحاسبون فيها على الجرائم التي ارتكبوها. ومن ناحية أخرى، فإننا نواصل التذكير بمسؤولية المجتمع الدولي. ومن المؤسف أن بعض الدول لا تزال متواطئة في الجرائم المرتكبة من خلال تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل، ولم يتم اتخاذ أي خطوة رادعة لوقف سياسة المجازر التي تنتهجها حكومة نتنياهو والتي تعرض المنطقة بأكملها بل والعالم أجمع للخطر. وعلى الجميع أن يفهم الآن أن مثل هذه الصورة التي تؤذي الضمير أمر غير مقبول. إن منع إسرائيل من جر منطقتنا إلى مزيد من التوتر لن يكون ممكنا إلا بالتخلي عن سياستها المترددة. وهنا أكرر مرة أخرى دعوتنا للرجوع عن الخطأ في أسرع وقت ممكن والوقوف على الصفحة الصحيحة من التاريخ. أعضاء الصحافة الأعزاء، في مشاوراتنا بالإضافة إلى الغزة ناقشنا القضايا الإقليمية وخاصة شرق البحر الأبيض المتوسط وسوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي. ونحن عازمون على تعزيز مشاورتنا مع مصر التي لدينا معها مواقف وأهداف مماثلة بشأن العديد من القضايا. نأمل أن نتعاون بشكل أوثق من الآن فصاعدا إن شاء الله، وسوف ندفع علاقاتنا المتعددة الأبعاد إلى الأمام من خلال نهج مربح للجانبين. وفي الختام، آمل أن تكون اجتماعاتنا اليوم والاتفاقيات الموقعة بادرة خير لنا جميعا. وأود أن أشكر فخامة الرئيس والوفد الموقر على زيارتهم هذه. وأنا أترك الكلمة للرئيس السيسي موجها تحياتي القلبية إلى الشعب المصري الشقيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة، أعرب لفخامتكم في البداية عن خالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، كمؤكد سعادتي بقيامي بأول زيارة لبلدكم الصديق، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين بلدينا. وأقول للشعب التركي الشقيق إنني أحمل إليكم من مصر وشعبها أطيب مشاعر الود والمحبة والتقدير. في ظل اعتزازنا بالعلاقات التاريخية والإرث الحضاري والثقافي المشترك الذي يجمعنا. السيدات والسادة، خلال السنوات الماضية شهدنا ازدهارا مستمرا في التواصل بين الشعبين المصري والتركي، لا سيما من خلال الحركة السياحية المتنامية، وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية التي تشهد نموا مضطردا، فضلا عن زيادة الاستثمارات التركية في مصر خاصة في مجال التصنيع. وفي ظل الرغبة الصادقة للبلدين في المزيد من تطوير العلاقات والتعاون، وللبناء على نتائج زيارة فخامة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، فقد سعدت اليوم والرئيس أردوغان برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة، كما شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين بلدينا. وتناولت مباحثاتنا كذلك تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بهدف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك. في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر الذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم وبيع منتجاتهم في مصر والتصدير للخارج. السادة الحضور، إن ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا. ومن هذا المنطلق ناقشت مع فخامة الرئيس أردوغان سبل التنسيق والعمل معا للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة في كارثة غير مسبوقة قاربت على العام، حيث يهمني في هذا الصدد إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلا عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من المعوقات المستمرة التي تفرضها إسرائيل. كما تبادلنا وجهات النظر حول الأزمة الليبية واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار. السيدات والسادة، ناقشنا كذلك الأوضاع في سوريا وأكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة التي أثرت على الشعب السوري الشقيق بشكل غير مسبوق. وأرحب هنا بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا، حيث نهدف في النهاية إلى تحقيق الحل السياسي ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وفقا لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها والقضاء على الإرهاب. كما استعرضنا الأزمة في السودان والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار
وتغليب الحل السياسي، وبحثنا أيضا باستفاضة الأوضاع في القرن الإفريقي وخاصة بالصومال، حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجهه. وأكد تطلعنا كذلك إلى استمرار التهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط والبناء عليها، وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة، ليتسنى لنا جميعا التعاون وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بها لتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة أجمع. وختاما أود أن أوجه الشكر مجددا لأخي فخامة الرئيس أردوغان على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأعرب عن تطلعي لاستقبال فخامته مجددا في مصر لاستمرار البناء على تواصلنا المباشر بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين والمنطقة بأسرها. شكرا لكم.